السلام عليكم ورحمة الله. جاي أشوف مزاد محكمة التنفيذ وأعطيكم أخباره. ما شاء الله حضور، ما شاء الله ما شاء الله، واجد زي ما أنتم شايفين، ما شاء الله ما شاء الله. هذا بروشورهم، هذه قائمة بعض العقارات، عقارات واجد 30 تقريبا، 30 عقار. معي الأستاذ محمد الأحمد مدير شركة الثروة، أباخذ رأيي في مزاد الليلة. أبو فيصل حياك الله. مزاد اليوم محكمة التنفيذ لعقارات ورثة. لحظة، ما هو مزاد بنوك؟ لا، ليس مزاد بنوك، هو تقريبا 28 قطعة بين محلات ومعارض تجارية وأراضي سكنية وأراضي تجارية لورثة. مزاد عن طريق محكمة التنفيذ لا يوجد فيها إلا بيع عن طريق هذا المزاد، ولا يوجد سومات إلا عن طريق هذا المزاد. الأسعار اللي موجودة في المزاد توقعنا حنا أقل، لكن بيعت بعض القطع أكثر من أعلى من قيمة السوقية في الوقت الحالي. عدد الحضور جدا كبير، المشاركين في الشيكات المصدقة أكثر من 110 شيك مصدق تم تسجيله، والتنظيم جدا جيد. كيف الحضور الليلة؟ الحضور والله أكثر من المتوقع، شفنا الكراسي كلها مليانة، لكن أغلب الحضور كانوا متوقعين أسعار قليلة حسب المتعارف عليه في السوق، فتفاجأوا بوجود طلب قوي، طلب قوي لقطع. غالباً إن القطع الموجودة والمعارض هي بمواقع جيدة منتشرة بين جنوب الرياض وبين وسط الرياض وبين شمال الرياض. يعني تقدر تقول مزاد الليلة يعطيك صورة عن وضع عقار الرياض بالضبط بشكل كامل، لأن فيها محلات وفيها معارض تجارية وفيها أراضي تجارية وسكنية. بس الأرقام مرة أنا شفت، أنا والله ما شيء، والله الأرقام هل توقعتها؟ يعني أنا شخصيا ما توقعت هذه الأسعار أبدا. اللي زاود عليها الورثة واحد ولا غيرهم؟ لا، الورثة جزء من المزاودين، لكن الأساس هم التجار اللي حاضرين اللي مزاد. شكرا جزيلا، حياك الله. 4900 بعد. صراحة النويشر مبدعين، الله يوفقهم.
عدد العقارات اللي عرضت الليلة 28 عقار، وعدد الشيكات المصدقة اللي جت الليلة أكثر من 120 شيك. طريقة لمعرفة حالة أي سوق هو حضور مزاداته، حبيت نقول لكم حالة السوق العقاري اليوم. سلام عليكم.